بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بطلابنا الأعزاء في التعليم المفتوح في مادة مبادئ العلوم الاقتصادية. هنتعرض في المحاضرة الأولى لمبادئ الاقتصاد الجزئي. الطالب هيتعرف على علم الاقتصاد وتعريف علم الاقتصاد. تعريف علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان لإشباع حاجاته المتعددة من موارده المحدودة. هنتعرف على علاقة الاقتصاد بالعلوم الأخرى. هنتعرف هنا على فروع علم الاقتصاد. عندنا فرعين لعلم الاقتصاد، هو الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. نعرف تعريفهم. نتعرف على الطلب والحاجة. ما هي خصائص الحاجات؟ أنواع السلع كمالية وضرورية. تعريف المنفعة. إيه الفرق بين الإدخار والاستثمار؟ نبدأ ندخل على مبحث نظرية الطلب، وهو ده المبحث اللي بيجي فيه أغلبية الأسئلة اللي عندنا، نظرية الطلب ونظرية العرض والتوازن. نظرية الطلب، الطلب بيرجع لفكرة الحاجة. الطلب عشان نعتبره طلب لابد إن يكون الطلب ده بالإضافة لوجود الحاجة هي المقدرة على الشراء. يبقى تعريف الطلب هو الكمية اللي المستهلك مستعد وقادر على شراء. طبعا بقية التعريف، قانون الطلب بيوضح لنا وجود علاقة عكسية ما بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها. ده شكل جدول الطلب بيتعرف عليه الطالب. شكل منحنى الطلب يوضع على المحور الرأسي الثمن، وعلى المحور الأفقي الكمية، والمنحنى بيوضح العلاقة العكسية ما بين الثمن والكمية المطلوبة. ده تفسير شكل منحنى الطلب. يتعرف الطالب على العوامل المؤثرة على الطلب، سواء عدد المستهلكين، يعرف شكل العلاقة علاقة طردية. ثانيا دخول المستهلكين وشكل العلاقة علاقة طردية. ثالثا ذوق المستهلكين، وهو علاقة طردية في حالة الرغبة في السلعة، وعلاقة عكسية في حالة كرهه للسلعة. وأخيرا أسمان السلع الأخرى، سواء السلعة البديلة بيبقى العلاقة طردية، أو السلعة المكملة والعلاقة عكسية. وده ملخص هام جدا للعوامل المؤثرة في الطلب. موضع سؤال في الامتحان.